بجد كشاف جميل جدا جدا جدا. هنشرح مع بعض الكشاف. بيجي عندك هنا ب16 لمبة ليد اللي هي دي، تمام. وهنا بيجي لك بشمعة هنا ليد برضو، حتى اللمبة دي موجودة برضو ليد. ويعتبر الكشاف مفيهوش عيوب خالص، الكشاف جميل تمام. قلب الشمس مثلا في قلب الأوضة بتاعتك مثلا داخل لها نور من ضي الشمس ولا حاجة، ممكن تحطها فيه هيشحن معاك. وكمان لو انت في حتة ما فيهاش كهرباء خالص تقدر تاخده معاك وتشحن بيه الموبايل بتاعك وتحطه، هو يشحن كمان بطاقة شمسية تمام، او بيشحن بأي نور حواليك. يعني الكشاف لو انت خدته وحطيته في البيت هيشحن معاك في البيت خالص. الكشاف ده تقدر تشحنه بشاحن موبايل تمام، وانت مش حابب تشحن بطاقة شمسية تقدر تشحنه بشاحن موبايل. وتقدر تخلي تجيب وصلة USB بتاعة الموبايل وتشحن بيها الموبايل تمام. بيقدر يشحن الهواتف المحمول، في هنا فتحة USB عشان تقدر تشحن الموبايل بتاعك.